تصاميم تهيئية والتصاميم التنطيقية الساحلية للنواب المحترمين محمد ولد حمو، محمد القلعي، إدريس الشطيبي، حسين بولقايد، محمد جدية، مبارك الهديلي، محمد أشبون، الحاج حسين الجوهري، ومبارك الفارسي من الفريق الاشتراكي. فليتفضل أحد السائلين مشكورا. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة النواب المحترمون، السادة النيابة المحترمين. سيد الوزير، سؤالنا جاء حول أن مجموعة من الجماعات كتقوم بإعداد تصاميم التهيئة اللي كتقوم مجموعة ديال مكاتب الدراسات بعقد عقد مع الوكالات الحضرية، وهاد التصاميم التهيئة وكذلك التصاميم التنطيقية والتصاميم الهيكلية، وبعد المداولة ديالهم من طرف المجالس والمصادقة عليهم من طرف المجالس الجماعية، طبعا ما بعد إعطاء مجموعة ديال الملاحظات أو التحفظات أو اقتراحات تعديلية، ولكن اللي كيتلاحظ أنه هاد ما بعد المصادقة ديال الجماعات كيمشيو هاد المجموعة ديال التصاميم من أجل المصادقة من طرف وزارتكم، ولكن اللي كيتبين أن هناك تأخر كبير في إعطاء هذه المصادقة، مما يجعل أن الجماعات كتبقى تخدم في واحد الإطار فارغ من الوثائق ديال التعمير، مما كيعطي أنه إلى تضارب مجموعة ديال المصالح حول الوضعية ديال مجموعة ديال المناطق اللي هي في هذه التصاميم. وكذلك السيد الوزير اللي خلق مشاكل كبيرة بالنسبة للجماعات. اللي بغينا نعرفوا السيد الوزير شنو هي، لماذا الأسباب ديال هذا التأخر هذا، وما هي الوسائل أو الإمكانيات اللي ممكن تعجل من أجل المصادقة على التصاميم باش نعطيو الصلاحيات للجماعات يقوموا بالواجب ديالهم في إطار القطاع ديال التعمير. شكرا. الكلمة للسيد الوزير من بشكل مباشر. الميكرو الآخر السيد الوزير. أسيدي الميكرو الآخر، لأن طاقم هو الذي يطلب هذا، طاقم التصوير هذا الميكرو. شكرا سيد الرئيس. بشكل مباشر التأخير، أنا أؤكد أن هناك تأخير، وقلتها وقلناها جميع في عدة مناسبات، وبالمناسبة خاصة ديال اللجان، أنه ما كيبقاش من المعقول في واحد المغرب ديال الأوراش الذي يقوده صاحب الجلالة أن وثائق التعمير في بلادنا كتبقى واحد المعدل ديال 5 سنوات، هذا غير مقبول. والمرض ديالو وهو أن هناك تشتت المسؤولية ما بين ما هو محلي ووطني وما هو قطاعي، وهذا الوضع هو اللي خلى الموضوع ديال السؤال ديالكم. أنا حاولت نجمع الأسباب ديال التأخير، علاش كاين هذا التأخير. أولا هناك غياب ديال مكاتب مختصة اللي كياخذ اليوم الدراسات ديال وثائق التعمير، هم مهندسين معماريين وكيجمعوا حولهم بعض الاختصاصيين، وفي بعض الحالات هناك تشنج في العلاقات ما بين المهندس المعماري صاحب الدراسة والفريق الذي يشتغل معاه باعتبار انه ما كيشتغلوش معاه باستمرار. ثانيا هناك مشكل في جمع المعلومات والمعطيات على المستوى المحلي والوطني، كذلك هناك المشاورات التقنية مع القطاعات الوزارية، كذلك هناك المصادقة القانونية وهذاك الملف ديال الوثيقة التعمير كتنتقل من جهة لجهة، كذلك كاين ظهور مستجدات ومشاريع كبرى كما يحدث عندكم في المنطقة، تصاميم تيئة حتى قربت توجد، جاو مشاريع كبرى هيكلية كان من المفروض وطبيعي ومنطقي أنه نوقفوا الدراسة باش ندمجوا المشاريع الجديدة باش تخرج وثائق تعميرية محيانة، وهذا كياخذ شوية ديال الوقت. كاين كذلك، وهذه واحد المرحلة اللي ما خصهاش تبقى، مرحلة ديال التأشير ديال الوزارات المعنية في المنطق الجديد ديال المدونة ديال التعمير، بغينا ننتقلوا من معدل 5 سنوات ديال هو المدة، متوسط المدة اللي كاينة دابا باش يخرجوا وثائق التعمير، بغينا ندوزوا لأقل من سنة، وببساطة بغينا هادشي يتعطى للجهات وتحمل المسؤولية الجهات، وما يبقاش هادشي يرجع للمركز اعتبارا ان تصميم تيئة وثائق التعمير تهم اولا واخيرا المنظومة المحلية. شكرا. شكرا. الكلمة لأحد السائلين. شكرا سيد الرئيس. إضافة السيد الوزير على هادشي اللي قلتو، انه كاين نماذج اللي المجالس صدقت على تصاميم التهيئة، وملي تصيفطت هاد التصاميم التهيئة من اجل المصادقة، شنو رجعت الوزارة كتطلب من المجالس تعقد دورة استثنائية جديدة
من أجل إعادة ذاك المصادقة للمجلس. علاش وقعت أخطاء مسطرية من طرف الوكالات الحضارية وما طبقتش المسطرة؟ وكذلك السيد الوزير حتى أنكم جبتوا المدونة التعمير الجديدة، فحتى التأخير في إعداد مدونة تعمير جديدة جعلت أنه مجموعة ديال الخروقات اللي كتوقع دابا. لأن كتعرفوا السيد الوزير هذه المدونة التعمير راه وقع فيها نقاش هذه واحد المدة طويلة، إلى أي حد فيه وصلنا؟ ممكنش الظاهر ديال 1290 والظاهر ديال 92 التعمير راه دابا تم التجاوز ديالو، راه ما كاين جماعات اللي ما قداش بتقدر تخدم به. إذن لا يجب الإسراع بعد بإعداد مدونة التعمير اللي دارت مجموعة ديال المشاورات على مستوى الجهات على مستوى المحلي، ولكن لحد الآن واش متخوفين أنه ففي لهذا خصنا نكون عندنا شجاعة نجيبوا لإعداد هذا المخطط الجديد. وشكرا. كلمة السيد الوزير. الشجاعة موجودة والمدونة جاهزة، غير بغينا نوصلوا لواحد المنتوج قانوني عليه توافق ديال الجميع في جميع ديمقراطيات العالم وفي جميع التجارب ديال القوانين المرتبطة بالتعمير كيحصلها التأخير. علاش؟ لأنه بغينا القانون ما يوصل للمؤسسة ديالكم المحترمة حتى يوقع عليها توافق ما بين كل المتدخلين، وأنتم تعلمون أن المدونة ديال التعمير تتدخل فيها كل الفعاليات الحكومية بدون استثناء. كل أعضاء الحكومة كل الوزارات الموجودة في بلدنا مرتبطة بالتعمير وعندها علاقة مع التعمير وملزمة أن تعطي النتيجة، ولهذا هذا الأخذ والبحث على التوافق وعلى المنتوج اللي عليه إجماع يتطلب كثيرا من الوقت. اللهم نتعطلوا ونجيبوا منتوج جيد وعليه توافق، ولا نصرعوا ونجيبوا شي حاجة اللي غدعوا تطرح لنا مشاكل. شكرا.